بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. الحلقة دي يا جماعة فيديو مهم أوي، ركز معايا تمام، عشان ده فيديو مهم، صدقني فيديو مهم أوي. لو أنت جالك راوتر أو رصيفر لمبة حمراء تمام، ويقول لك عاوز شحن فلاش، إن كان الرصيفر أو إن كان الراوتر أو إن كان الدي في آر أو إن كانت الشاشة، في حاجات كتير أوي حاجة اسمها شحن فلاش. طب أنت هيلزمك حاجة اسمها مبرمجة، اللي هي صورة الواضحة حط لك على الشاشة دلوقتي دي. طب انت ما عندكش المبرمجة دي، وطبعا سعرها عالي بالنسبة لأسعار الأيام دي، الحمد لله الأسعار رفعت ما شاء الله في كل حاجة، فسعرها طلع جامد يعني. طب احنا عايزين نعمل حاجة تمشي حالنا، وحاجة تكون رخيصة، وحاجة تكون مش مكلفة أوي، هو مش بتكات تكون يعني مش مكلفة خالص بالنسبة لسعر المبرمجة. يعني عشان أجيب مبرمجة الـ RF809 بسم الله ما شاء الله سعرها عدى 6000 جنيه، يمكن 7 ويمكن 8 دلوقتي. طب انا عاوز حاجه في خلال 300 جنيه تكون قاضي العمل ده وتمشيني وتمشي حالي تمام كده. عاوز اشحن راوتر، شحن فلاشه بتاع الراوتر، شحن فلاشه بتاع الرصيفر، تحويل الرصيفر مثلا من تحويل الفلاشه بتاعته من سوفت لنوع اخر مثلا، او من تحويل من نوع لنوع اخر، او ضرب خد سوفت منك غلط وضرب لمبه حمراء عملك لمبه حمراء، او جهاز شغال وضرب السوفت بتاعه ولازم شحن فلاشه. في اجهزه بتقبل من على اللودر على الكابلات الـ RS-32 تمام، وفي رسيفرات ما تقبلش عليها خالص. طيب احنا عايزين بقى جهاز يشحن كل ده تمام، السان بلس او الراوتر او الدي في ار او فلاشه الشاشه، من اول فلاشه ال 2 ميجا لحد فلاشه 16 ميجا تمام كده. هيلزمني ايه؟ ركز معايا صدقني والله الفيديو مهم وهيبقى مهم ليك انت اهو. هتجيب اي رسيفر معالج جي اكس تمام، هقول لكم رقم البوردة دي كده، عامة دي جي اكس 6605 اس 6605 او 6602، اي اي رصيفر معالج جي اكس هينفع معاك تمام. كل اللي هيلزمك بس وصلة تحديث لي ار اس 32 دي تمام كده. كده هتبقى دي ثابتة فين؟ في الرصيفر على طول. احنا نحول الرصيفر ده لمبرمجة. الرصيفر معايا دلوقتي ده ستار جولد اس جي 510، في رصيفرات كتير هتنفع معاك، اي معالج جي اكس هينفع معاك، اي معالج جي اكس هينفع معاك تمام. ركز معايا، الفلاشات دي كلها 8 رجل 8 بن اللي هي دي، الفلاشة اللي هي دي تمام كده، 8 اطراف بس، 8 اطراف شو قد ايه تمام كده، اللي هي 25 كيو 32 وكيو 64 وكذا نوع تمام. انا عايز اشحن الفلاشه دي. طبعا الجهاز لو بياخد لمبه حمراء بقى الجهاز ميت خلاص، ما ينفعش، لازم تشحنها على جهاز على مبرمجه او جهاز خارجي. طيب احنا يلزمنا ايه؟ يلزمنا صفر من ده جي اكس، معالج جي اكس تمام، وقاعدة بتاعت الاي سي اللي هي 4 رجول 4 رجول تمام، وحاجتين كمان اللي هو ادابتور 200 مللي طبعا موجود على النت في جميع المواقع تمام، وادابتور 150 مللي، دول اتنين يعني يعتبر 90% من الفلاشات، وبالذات ال 200 مللي ده 99% من الفلاشات على النوع ده اللي هو 200 مللي، فالاثنين كده كده هيبقى معايا ويوفروا عليك كتير تمام ومش غاليين. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنجيب رصيفر هنركب ده هنا طبعا ولها اتجاه، تعرف الدليل بتاعها، واقول لك اعمل ايه دلوقتي. خليك معايا هلحمها وهرجع لك تاني واقول لك تعمل ايه بالظبط تمام كده. رجعت لكم، ثبتنا الاله بتاع الاي سي ولحمنا 8 اسلاك في كل خط طبعا سلك زي ما هو ايه يعني على الرجول كل واحده سلك تمام، وثبت السلوك بامير من هنا كده او خليها في الاخر بعد ما تخلص حط عليها شمعه
تمام كده. طبعا الاسير ده له دليل، يعني له اتجاه. هنا الاتجاه اهو انا علمته بالكاوية اهو، هنا الاشارة بتاعت الدليل اهي، فعلمته هنا كده. وعندك الفلاشة بتاع الرصفر برضو لها دليل، لو اتحققت كده هتلاقي هنا دايرة كده، دي اتجاه الدليل، يعني كده اتجاهه فوق. تمام كده، اتجاه دي فوق واتجاه دي فوق، يبقى احنا هنحمل الاسلاك دي بالترتيب. تمام تمام كده، كده احنا وصلنا كل شيء، كل رجل على الرجل بتاعتها زي ما احنا اتفقنا. طيب هنقفل ده خالص، طبعا لزقنا بالشمع من هنا ولزقنا بالشمع من هنا عشان الاسلاك ما تقطعش، لان ده هتقفل على كده خلاص، ما قلناش هنفتحه خالص. تمام الرصفر ده ملوش مسامير، كبس. تمام كده، كده احنا بمعنى ايه اتجاه الفلاشة فوق اهو انا معلمه. تمام، وعندك سوكت المبرمجة او الادابتور للفلاشة تتكع على الادابتور ده كده، بيقوم ايه فاتح الارجل، شايفين من جوه كده، تمسك الفلاشة كده باتجاهها الصحيح، هتضغط كده، تقوم حاطط الفلاشة مكانها وسايب ايدك، هيقوم ماسكها خلاص عمرها ما تقع. تمام، الادابتور وظيفته اللي هو ايه، بدل اللحام وبدل وجع الدماغ ده، فهو بيمسكها سريع سريع عشان ايه تديلها شحن فلاشة وترجع تشتغل بسرعة منه، فمش محتاجة اللي هي تتلحم او الكلام ده، فهو وظيفته بدل اللحام. تمام، يعني سهلة تركب الفلاشة وسهلة تقلعها منه. تمام كده احنا معانا الدليل بتاعها فوق اهو، اللي هو متعلم ده، طبعا الدليل احنا معلمها هنا فوق. تمام يبقى احنا هنركبها كده، تمام كده، ده كابل السوفت انا لازقه فيها اهو عشان هيبقى بتاعه خالص، ما عادش هشيل منه، وده كابل الار اس اهو 32، ار اس 232، وعندك الكابل اي دي فيديو مش عاوزينه، احنا لزمنا ده هو بس. هنركب كابل الشحن ده وهحط لك صورة الوقت على الشاشة، توصيلته اللي هي توصيلة السوكت ده للجاك العادي. تمام كده، طيب احنا المفروض نركب الفلاشة بتاعت الجهاز دلوقتي هنا تشتغل، هي راكبة اهي، المفروض الجهاز لما نشغله يشتغل معانا. طيب دي العرسة، مش مهم الصورة حتى، هو طبعا لو الفلاشة مش شغالة مش هيديك حاجة هنا خالص، هيديك لمبة حمرا بس. كده الجهاز فتح اهو، تمام وشغال. طبعا عشان الوش مش شال فالعملية ملخبطة معاكوا شوية، الأرقام مش واضحة، ثانية واحدة كده. رقم اتنين اهو، تمام على رقم اتنين اهو، وصلنا الكهرباء كده، وصلنا تاني تمام، قلنا هو بيفتح وفتح على رقم اتنين كده. المفروض لو انا وصلت صورة هتلاقي الجهاز شغال، هوصل لكم صورة برضه اهو، وصل اشارة عزيزا شغال على التلفزيون اهو، شغال على التلفزيون اهو. تمام كده، كده انا مش هيلزمني اصلا الجهاز شغال صوره ولا مش شغال، انا كل اللي يلزمني دلوقتي لا، ولا العرس هتلزمني برضه، لان السوفت اللي انت هتديه الفلاشه اللي موجوده مش هيشتغل على الجهاز ده اصلا. تمام، يعني الدمب اللي انت هتديهوله مش هيشتغل عليه. طيب احنا هنجيب فلاشة تانية، فلاشة تانية اهي، هنشتري ديت خالص، وأربع واحدة تانية اهي دي بتاعت الجهاز اهي، وهنركب ديت وهنديلها سوفت الجهاز ده. تمام كده، وهنديلها سوفت الجهاز ده باللودر، وهوريك طريقة الشحن وطريقة عمل مسح الفلاشة وطريقة عمل دمب كامل للريسيفر اللي انت هتعمله شحن فلاشة، كل ده هعرفهولك باللودر دلوقتي. تمام، بس ركز معايا.
كده هنركب كابل السوفت. تمام، الكهرباء مش هنركبها دلوقتي. هنا اللودر اللي احنا هنتعامل بيه مع الفلاشه دي، مع البرمجه دي. تمام، وده الفلاشه اللي انا هعملها للجهاز. طيب نفتح اللودر. كل اللي يلزمك هنا انت او اربعه. تمام، ده رش لعبوه، ده هتحدد نوع المعالج. تمام كده، انا بالنسبه للجهاز اللي معايا 6605 اس، اللي هو نوع المعالج ده، اللي هو نوع المعالج ده. تمام، مدخل الكم هتحدده، ان كان عندك اكتر من واحد شوف انت شغال عنه اهو. وهنا دي بقى اهم نقطه، لو انا عاوز امسح الفلاشه، عاوز احمل الفلاشه على احمل الدمب كامل للجهاز، هتسيبها زي ما هي على سيريال داون زي ما هي كده. تمام، طب لو انا عاوز اعمل ارث للفلاشه امسح اللي عليها، هختار فلاش ارث، فلاش ارث، كده هيمسح اللي على الفلاشه كله. طيب لو انا عاوز اخد السوفت اللي على الفلاشه كله وعينه عندي على الجهاز، يعني اخد الدمب اللي على الفلاشه كله وعينه عندي على الكمبيوتر، يبقى انا هاجي هنا كده سيريال دمب، دي سيريال دمب كده، وتيجي هنا هتحدد الفلاشه ده هنا فين، تسميها اي اسم. تمام، هتسميها اي اسم هنا كده، وليكن مثلا قسطره. تمام، وليكن كده قسطره. مجرد ما انا اتك هنا سيف واقول له ستارت، وهركب باور، هركب هنا كده ركب واس. بص هو موصل باور، بص على اللودر كده كده هيقرا الجهاز. تمام، وكده هياخد نسخه من الفلاشه وهيسيبها لك على سطح المكتب هنا اللي احنا سميناها قسطره. تمام، طيب انا مش عايز اعمل كده، كده هيقرا اهو، يقرا السوفت اهو والبيانات الفلاشه. انا مش عايز اسحب، انا عاوز اديله سوفت جديد. ده الكلام ده لو انت عاوز تسحب. هفصل الكهرباء. تمام، وهرجع تاني هنا كنسل، وهاجي هنا بقى بدل السيريال دمب ديت اللي احنا قلنا ايه، هنسحب الفلاشه اللي على يعني السوفت او البيانات اللي على الفلاشه نفسها، هنسحبها على الجهاز عندنا. تمام، حتى لو كان سمالي الملف هنا قسطره اهو، اللي انا كنت هسميه الوقت اللي انا كنت اسحبه. تمام، طيب احنا بقى عاوزين ندي لها سوفت كامل او دمب كامل. هتيجي على سيريال دمب دي، سيريال داون ديت زي ما هي كده، وتختار السوفت انت عينه فين على الجهاز، وليكن الجهاز اللي معايا السوفت بتاعه اهو اللي هو فين، اللي هو ده السوفت اللي بشتغل معاه عادي، اللي هو قسطره 9900، بشتغل على الجهاز ده برضه. تمام، بيفتح كل حاجه بس بلوجو قسطره. انا مش هيلزمني، المهم ايه، انت طبعا هتحدد الفلاشه بتاع الجهاز، اهم حاجه عندك الاول انت هتشحنها تكون جايبها صح. طيب كده انا كده قلع الباور، هتك ستارت. تمام كده مفيش حاجه هنا، كده مفيش اي حاجه هنا. مجرد بركب الباور الجهاز اهو، بص على اللودر، ترى الجهاز كده هياخد الفلاشه كامله. تمام، هيعد شويه نقط كده الاول، وبعد كده هيعد عداد هنا من 1 لـ100 اهو، بدأ العداد اهو. تمام اهو 1%. انا هوقف الفيديو بس وارجع لكم ثواني، بعد ما يخلص هو بياخد له من 5 دقايق لـ7 دقايق كده، 2% 3%. تمام، هوقف الفيديو ثواني على ما يخلص وارجع اوريك ايه الجهاز هو شغال، او بعد ما قبل ما يخلص انا هتعمل ايه. ركز بس معايا، انا هوقف الفيديو شويه وارجع لك تاني. تمام كده وصل 97% اهو. ركز في اللي هيحصل دلوقتي قبل ما تشتغل الفلاشه من الجهاز. 98 99، ما تشتلش الفلاشه الا ما يديك رساله كومبليت. خد بالك كده، هو كده خلص، بس لازم يديك رساله كومبليت هنا كده. ثواني كده هتطلع دلوقتي. تمام، لازم يديك رساله كومبليت اهو، اهو كده اداني رساله كومبليت، كده الجهاز خلص شحن. تمام، هتتجه تضغط هنا اوكي وتقفل اللودر خالص. تمام، وهنشتغل قبل التحديث. اهو كده الجهاز اشتغل معايا اهو. تمام، والعدسة اهي. Bye.
يا رب يكون الفيديو واضح. انا بصور لوحدي والعمليه ملخبطه معايا شويه، تمام. يا رب يكون الفيديو واضح معاكم. اشوفكم على الفيديو ان شاء الله. كان معكم اخوكم السيد عوض من قناه طباخ الالكترونيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.